دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. يصبح الخير، يصبح النور. أهلا وسهلا فاطمة. أهلا وسهلا، شنحويلك؟ إن شاء الله تكون بخير. ميرا، نسلم عليك برشا واللي يسمعوا فينا. أول أخبارنا للحمل، عنده قرارات مهمة، فما اتصالات مرضية تخص الخدمة الحالية. الثور، راهو الدعم موجود من العائلة، من الأحباب، الأصحاب. راهي تتغير الأحوال، تتحسنك النفسية وتسيطر زيادة على بعضك الطاقات السلبية. الجوزاء، كما العادة الجوزاء راهو طاقات إيجابية، والحمد لله فما فلوس في ثنية. السرطان، وقاية تحضروا رواحكم للاحتفالات اللي باش تكون على قريب، راهو فما فرحة سعادة باش تكون زيادة، السعادة دايرة باش تكون موجودة، راهو عندك تغييرات في مصالحكم. الأسد، اتصالات ممتازة، حظوظ كبيرة على الصعيد الشخصي، ممكن زيادة عنده سفرة على قريب. والعذراء، راهي فترة ولا في الأحلام تتعدد اتصالاته المهنية، فما بشرة خير تنور حياتكم. نحبهم يحضروا رواحهم على خاطر الأيامات الجاية تحكي على الحظوظ الكبيرة على الصعيد العاطفي، فما حب، فما علاقة حب جديدة. نتعدي ونحن للميزان، أجواء ممتازة، نهير الخير، الأخبار اللي ما كيفهاش، فما تغييرات، عنده برشة تأثيرات ممتازة، والأسبوع الجاي إن شاء الله يا ربي باش تكون للحظوظ العالية والزينة. ما تنسيش إنه الأسبوع الجاي سي يعني نحكيه على الشمس في الدلو، احتفالات الدلو الصديق بأعياد ميلاده. ونهار اليوم بالنسبة للعقرب، راهو خير برشة من نهايرين اللي تعدي، وتتغير الأحوال، ترتاح زادة من برشة ضغوطات، وفما تطورات. القوس، نهاير فيها برشة اتصالات، لقاءات تخص الخدمة الحالية. الجديرة، والشوية وقته ترتفع المعنويات، مثالش كان يستنى شوية، عنده برشة جديد يستنى فيه. وكان عدلو اللي من يوم غدوة إن شاء الله يبدأ احتفالاته بأعيد ميلاده، خلينا نقولوا إنه زال الغش بعد فترة كانت كلها عراقيل، ماديا الحمد لله باش تكون انت الافضل. ونختموا مع الحوت، مثالش راهو كله يهون، نحبك تبكي ولا نحبوه زيد يشكي على خاطر على قريب عنده انفراج. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. يعطيك صحه يا فاطمه، يعيشك ميرا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله. دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.